السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في المشهد والذي نناقش فيه وثيقة ميثاق الأحراطي التي تقدم بها قبل حوالي 3 سنوات. ماذا تحقق من تلك المطالب حتى الآن؟ وهل بات حراك الميثاق موسميا؟ وكيف يرى الميثاق واقع الأحراطي اليوم؟ معي لمناقشة هذا الموضوع يربو النافع قيادي في ميثاق الأحراطي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، شكرا على الحضور، تلبية الدعوة والحضور معنا. يعني كمدخل لهذا النقاش في محورنا الأول وهو مطالب الميثاق، يعني هل تمت تلبية مطالب الميثاق التي تقدم بها قبل حوالي 3 سنوات؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الضيافة. طبعا الميثاق قدم مجموعة من، والله لخص، حاول أنه يلخص الميثاق فكرتين أساسيات. الأولى هي تشخيص الواقع الأحراطي موريتانيا، والثانية المطالب والله الحلول المقترحة اللي ظاهر له أنها تحل مشاكل الأحراطي. وهذه المطالب اطرحها المجتمع، اطرحها الأحراطي بصورة خاصة، يقر اطرحها المجتمع الموريتاني بصورة عامة، وجهها للنظام. والمرحوم محمد سعيد اللي هم دي طول تلك الفترة حاول انه يلقى رئيس الجمهورية حول الميثاق ولا تيسر له ذاك، وطيلة ذيك الفترة الميثاق يحاول لانه يقنع الموريتانيين بذا التشخيص العدل والحلول اللي مقترح عليها الموريتاني على انها تخدمهم كما تخدم. طيب هذا بالنسبه لتلخيص لنقاطه التي ربما تصل الى 29 نقطه لخص فيها المشكل العاد، تشخيص للمشكل، نعم، تشخيص المشكل ومجموعه من المطالب واقتراح الحلول. واقتراح الحلول 29 نقطه شكلت هذه الحلول، لكن ماذا تحقق من هذه 29 نقطه حتى الان؟ هذه الاقتراحات، هذه الحلول الى الان لم يتحقق منها شيء، لان الى قلنا اعلن وتجدد قوانين، فعلا وتجدد قوانين، يقر هذه القوانين ليست مطلب في حد ذاتها، بل المطلب هو تطبيق هذه القوانين، لان القوانين كان موجود منها شيء سابق وضع وثيقة الميثاق، وبالتالي القوانين ما هي الهدف حد ذاتها؟ الهدف حل مشكلة. طيب هذه المطالب لجميع المجتمع الموريتاني، المجتمع الموريتاني بشتى أطيافه وفئاته وشرائحه حضر لهذه المسيرات وأعلن تأييده لمطالبكم حتى الآن. يعني هذه المطالب المجتمع الموريتاني موجهة للمجتمع الموريتاني، هل تقبلها المجتمع الموريتاني بشكله العام؟ المجتمع الموريتاني تقبلها الجزء منه، ما نقول والله الأقلية منه تقبلوها الحراطين بشكل كبير، ما نقول الحراطين كاملين تقبلوها، قال تقبلوها بشكل كبير، بحيث لأن ما تلين نقدون ميزو فيهم ذوك اللي في الأقلبية وذوك اللي في المعارضة، استجابة للتحليل والتشخيص الواقع اللي ما قاد حد يقشمي عنه راسه، ثم اقتراح الحلول. هذا بالنسبة للحراطين. بالنسبة للنخب المجتمع الآخرين من البيضان والكوار، استجابت منهم نخبة معروفة، نخبة أيضا هي التي تسير البقية. لا، إذا ما دامت النخبة القوى الحية، تحدثتم عن استجابة القوى الحية في المسيرة الأولى على لسان المرحوم الراحل محمد سعيد والهمدي، أن القوى الحية جميعا أعلنت دعمها للمسيرة، وأعلنت دعمها، أي بمعنى أعلن دعمها لهذا المطالب. حضور النخبة ودعم النخبة يعبر عن دعم البقية، عن دعم شرائح كبيرة من المجتمع. لا، لأن النخبة المجتمع الموريتاني كيف تعرفه، لأن الله ينقره لك، يتكون من سلطة تقليدية وهي اللي سبب في العبودية، يتكون من سلطة دينية هي السبب في العبودية، يتكون من نظام مهيمن وهو اللي عنده ثروات الدولة وهو اللي قد يحل بها المشاكل الأحراطين اليوم المطروحة. هذا ما استجابوا نخبة واعية الواقع وعارفة المواقف الشرعية والمواقف العصر اللي احنا نعيش، ولا نقولوا انها استجابت كاملة، لكن نقولوا انها استجاب قدر من مكونات موريتاني، طبعا بالإضافة للمكونة المعنية. طيب في التمهيد الذي ورد في الوثيقة التي حوت المطالب التي خرج بها الميثاق، التمهيد عرج على النظرة العامة للحراطين إلى غير ذلك، يعني ربما ليس هذا هو السؤال، ربما ليس هذا هو الموضوع في محورنا هذا، لكن هنا هل تغيرت النظرة تجاه الحراطين؟ النظرة من طرف من طرف المجتمع بشكل عام؟ لا، المجتمع قلنا فيها أصحاب النوايا
طيبة والنوايا مستنيرة والعندهم تفكير البناء موريتاني موحدة. إذن جميع جهودكم تجاه التوعية أو تجاه توعية المجتمع ومطالبكم للمجتمع من أجل إدراك مطالب الحراطين والنظرة إلى قضية الحراطين ما تسمونها بين قوسين العادلة بحسب تسميتكم. واسمح لي على الحياد الموضوعي هنا في هذه الحلقة. طبعاً طبعاً. يعني كل هذه الجهود راحت دون حتى أن تتمكنوا من توعية المجتمع تجاهكم؟ نوعه لكن هل المجتمع استجاب؟ هو السؤال المطروح. المجتمع لم يستجيب بكامله. نعرفه على أنها نخبة وهم مجموعات اصلا قاع بطبيعتها تعود منفتحه وتقد تعود هذه القضايا اصلا كانت عندها لها نظره على انها ظلم وجاوبت مع الميثاق وجاوبوا وحدين مع الميثاق لكن ما هم ما هم ما هم ما هم اغلبيه المكونات اللي الموريتانيه. طيب الجهات الرسميه تقول ان تلك المطالب تم تنفيذ ما يقارب 80% منها. يعني ما هي أبرز هذه النقاط التي تم تنفيذها؟ ربما ليس بشكل مباشر كتبنيها كمطلب، لكن سياسات النظام تتقاطع مع بعض المطالب التي تطالبون بها. هذا 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 تجاه العبودية وإشراك الطبقات أو الفئات الأكثر الأقل فقرا الأكثر فقرا عفوا والأكثر هشاشة وما إلى ذلك. يعني هذا يتقاطع مع مطالبكم في حد ذاته. هذا المقياس الكمي مقدرين ولا أنتم محترمين لكم؟ إحنا قاع ما أنا قاعد نتحقق منه وأنتم قلتوا نتحققت من هذا. لكن لا لست أنا من يقول، الجهات الرسمية في حديثها أنتم تتقاطعون معها في هذا الحال. لا نتقاطع، إحنا بالنسبة لنا الجهات الرسمية. طيب أنتم تدافعون وتطالبون بحقوق العادلة للحراطي. النظام أيضا تبنى سياسة تجاه كل الطبقات الأكثر هشاشة. يعني هنا أنتم تتقاطعون وإن بشكل ليس بمباشر. اسمح لي، إحنا بالنسبة لنا النظام ما حقق شيء في الموضوع، لانه اصلا ذا اللي عدل ما هو موجود له الموريتاني ولا هو موجود الاحراطي، لانه يريد ارضاء الشركاء الاقتصاديين والسياسيين والغربيين اكثر من ما دور ارضاء الاحراطي. ولا هنا اعطيك مثيل على سبيل المثال، احنا اليوم كل مؤتمر للدول لحقوق الإنسان تمشي شروع 20 رقاش و30 رقاش. لماذا؟ في كنا تقنع العالم لأن العبودية ما موجودة في موريتانيا. تذاكر هذه الجماعة ونفقاتها لو كانت كل طيب واحد بالمقابل هناك مدارس هناك بعثات إلى أدوابة حسب ما يقول النظام. هناك بعثات إلى أدوابة من أجل التوعية من أجل التعليم من أجل تفقيه الناس على الأقل. لو كانت اللي نعطات هذه التذاكر وهذه الأجور لهذه الناس اللي تمشي تقول هذا كل تذكرة تعدى المشروع لدباء وهو من ماشي من أجله من أجل يقنع الغرب لأن العبودية ما هي موجودة موريتانيا. هذا لا يقنع أحد. ثانيا في قضية سؤالكم، من درى كان الهدف بناء مدرسة والله مسيد في دباء؟ هذا ما هو هدف. احنا عندنا المدارس في نواكشوط وفي المدن ذكية ما عندها معلمين وذكية لا مدارس الحراطين لا جيل واحدة من هذه المدارس العمومية ويتبلزوا عليك أولادها وشوف ذا اللي لا يعود فيها لا الحراطين. معناها أن بين مدارس من درى كان هدف الهدف من درايا كان هذو الحراطين انداروا في ظروف يجدوا يقراوا فيها ومن درايا كان موفرين لهم معلمين فيها كأنهم يقرونهم. هذا هو السؤال المطروح وأنا ظاهر لي أنه لا ولا يتسمح لي نعطيك هذا التمثيل. تفضل. أنت قلت لي الطبقات الهشة هذا ما يتبناه النظام. ما يتبناه طبعا ما يتبناه النظام. من درايا كانت تعرف اليوم لأن الطبقات الهشة اليوم اللي منها الحراطين والحراطين هم الهدف اليوم الموحول فيه تكريس العبودية عليهم على سبيل المثال. كيف رغم إنشاء رغم إنشاء المحاكم قبل استرقاء رغم سن القوانين؟ نعم. أنا قلت لك طيني أسمح لي أنطيك. نعم. من درى صور لي كم من دبو لبرك هون لجانب وهو كانت مهنة يمارسوها الموريتاني والحراطين بصورة خاصة. كل دبو كان يشتغل فيه 10 إلى 8 حراطين. اليوم والصور لي انه نواكشوط فيه 2000 الى 2500 دبو. معناها 25 حرطاني اليوم وعطلت من اجل ضريبه تنقبض من الصين. المثال الاخر هذا الميناء اللي اليوم فيه 5060 ولا 5000 ونيف من العمال اليوم
معطل. علاش؟ به اللي معطية امتياز للتجار لأنهم يبدلوا الإنسان بالآلة بدلا من كان واحد يطلع ويفوت أسبوع ما طلع ولا يطلع يقلب 10,000 والله يقلب 15,000 عاد يفوت شهر ما طلع ولين يطلع يقلب 4,000. هذا معناه شنو؟ هذا معناه تكريس العبودية والإحراطين يتم تابعين للأسياد. هذه العبودية الاقتصادية، هذه العبودية الاقتصادية وليست العبودية التقليدية. لا تسمح لي فيه. المثال الثالث هو على الإحراطين يعتمدوا على الزراعة. اليوم لين تمشي شور البوادي لا تجبر محمية كيلين والله للتكيلوان مزرب عليها رجل داير عليها قرياج وداير عليها الشبيك ومسرح فيها حيوانه والإحراطين حرايذهم يزربوا عليهم بعودان تورجي. هذا نوع ألو هامهم يطول مدى حق أنها تقدم والله أنها تصنع شيء. أنا ظاهر لي أن هذا تكريس للعبودية ولين تلا تخرج السياسة يجوا ويوالين أعطالهم 1,000 و2,000 وهو تلقاوا وهو زربوا. طيب هذا بالنسبة لنا هذا بالنسبة لنا ما ذكرته. اسمح لي ما ذكرته ممكن أن يسمى بين قوسين بالاستعباد الاقتصادي كان تصحيح تسمية لكن ليس الاسترقاق الاقتصادي ولكن ليس الاسترقاق لا نعتبره ليس الاسترقاق التقليدي. لا نعتبر الاسترقاق التقليدي موجود يا قرانا. نتكلم أنت طرحت لي سؤال عن النظام والطبقات الهشة إلين يعود النظام قلت لك ها محل يقبل يستورد أجانب يعدلوا العمال العمل اليدوي اللي يعدلوا العمال الموريتانيين وهامه يسوي مشكلتهم. أنا ظهر لي أنه لا هذا ما هو التسويق. هذه النقاط التي طرحتها كان هذا طيب هذه النقاط التي طرحتها هل توجهتم بها إلى النظام سابقا وكيف تعامل معها أو الجهات الرسمية؟ هذا بديهي لا يحتاج للتوجيه. كل الدول اليوم أي عمل يعدلوه مواطنينها ما هم لا يجيبوا له عمال أجانب. هذا هي الدولة. طيب النظام الحالي منذ التولي وهو يحمل شعار إنصاف الجميع والحرص على تحسين ظروف الفئات الأكثر هشاشة إلى أي حد يعني السؤال هنا إلى أي حد استفاد الحراطي من سياساته التي تتقاطع مع كثير من المطالب الحقوقية؟ أنا بالنسبة لي الحراطين ما استفادوا شيء بل نقض عليهم ومشاوي لسوى ومحاول تكريس أسمع أسمع تكريس واقع التبعية لكن التبعية بالمذلة والجوع هو اللي اليوم محاول الإحراطين يعودوا وسيلة على أنهم يجوعوا لياكن واحد منهم يتم لايم قطع لسانه وتقطر له قطرة ويقوم دافع طيب تحت. طيب هنا يبعثوني هذا على السؤال هل تشجع الدولة فئة بعينها على حساب أخرى؟ طبعا إلين يعود ما هم إلين يعود ما هم مراعاة. طيب في كل الشرائح هناك تهميش فقر وتعاني عدم تكافؤ الفرص إلى غيره. هذا موجود في كل الشرائح في موريتانيا. لين ننطلقوا من حقيقة واقع هذا الواقع معنا شنو هو أعلن اليوم وانت تعرف ويعرفوا الموريتاني ما يجد اليوم حد يجبر وظيفة ما هي بوساطة ولا يجد يجبر حوتة ما هي بوساطة حرطاني أو غيره حرطاني أو بيضاني. نعم. هذا الافتراض لا نمشي فيه. طيب. هذا الافتراض لين تتصور أعلن الحراطين اللي لاهي لوجدوا الوساطة اليوم عندهم أهلة وزراء هم اللي يتوسطوا له البيضان عندهم 20 وزير لا يتوسط لهم كم لا ينجح كم لا يجبروا من ذي الوساطة. إذا افترضنا الحراطين عندهم إرادتهم عندهم قوتهم لن تدعون إلى محاصصة ولي فرهان خالق ظهر يكون محاصصة لكن محاصصة بالتهميش والإقصاء. هذه ظرك محاصصة موجودة منذ النظام أول نظام موريتاني لا وزير حرطاني ثاني نظام وزيرين حراطين ثالث نظام ثلاث وزراء رابع نظام. طيب الأمور تتقدم بهذه الطريقة. هذا لا يعني تقدم. الأمور تتقدم بين عشية عندما وضوح. تكون مكونة. نعم. تكون سيدي أربع 50 إلى 60% تعود تقول لي أن يكفي لها عن أن تعود عندها وزيرين وزلت وزراء وتعود مكونة ثانية وكأنها هي موريتانيا. طيب. هذا وارد لكي نتفاهم كم النسبة التي ذكرتها 50% 60% يعني هذه النسبة مبنية على أساس إحصاءات قمتم بها؟ هذه مبنية على الواقع. أي واقع يعني واقع بدون إحصاءات؟ لا أخل أنت أخل اليوم الشور الشارع لكن العملية كانت دقيقة بهذا التصور. حنيني طيب تعيين 3 أشخاص 4 أشخاص إلى غيره إلى أشخاص إلى غيره من رأيك كان هذا العدد يتناسب مع الكم اللي تراعي طيب حسب ما ذكرت الآن طيب حسب ما ذكرت الآن حسب ما ذكرت الآن هناك تقدم على مستوى الوظائف لصالح شريحة الحراطين كما تقول يعني كانت في البداية كما ذكرت أنظمة سابقة بوزيرين بثلاثة وزراء وزير أول رئيس برلمان إلى غيره يعني ألا يعتبر هذا تقدم؟ لا
هل يعتبر خطوة إلى الأمام؟ هذا نتيجة نضال. إذن النضال إذا تحقق، هذا نتيجة إذن نضال إذن هو اللي فرض هذا. طيب. يقر إذن هناك ما تحقق من درايا كان النضال، هناك ما تحقق من درايا كان النضال، من درايا كان النضال والمناضلين سيبقون على هذه الطريقة وهذه المنهجية أم أنهم سيغيرون وسيروا أن هذا الواقع أصبح مرا وأصبحت هناك أجيال لا ترضى بهذا الواقع. هذا هو الإشكال اللي اليوم ندوره الموريتاني كاملين. دور الموريتاني اليوم. أنت طرحت السؤال على نفسك. أنت طرحت السؤال على نفسك. لا يجاوب. لا يجاوب. نعم. من درى كان الموريتاني اليوم مقتنعين بأن حراطين 2078 وحراطين 81 وحراطين 2000 هما حراطين 2016 أم لا؟ إحنا تصورنا على أنهم يا الله الموريتاني يعرفوا أن الواقع تغير. طيب. وأن الواقع يحتاج تكييف وقراءة. دعني أستاذ ما هذه اللي كانت موجودة عنه. إذن استسمحوا منكم عذرا سيد الكريم، سنذهب إلى فاصل ثم نعود إليك لتكمل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، تكرموا بالبقاء معنا، نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة المشهد لهذا المساء، والتي نناقش فيها وثيقة ميثاق الحراطين التي تقدم بها قبل حوالي 3 سنوات وماذا تحقق من تلك المطالب، وكيف يرى الميثاق واقع الحراطين اليوم. معي لمناقشة هذا الموضوع يربى والنافع قيادي في ميثاق الحراطين، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. كنتم قد دعوتم من خلال الوثيقة إلى تشاور وطني، إجراءات فورية في هذا الإطار، مؤتمر وطني، يعني هل ما زالت المرحلة تقتضي ذلك رغم 3 سنوات من هذا العطاء وما تسميه أنت النضال؟ يعني ما زلتم بحاجة إلى عقد مثل هذا التشاور الوطني إلى غيره؟ هل هناك من خطة بديلة؟ لا، احنا بالنسبة لنا الواقع ما زال بحاجة على أن هذه المطالب وخاصة الحوارات وخاصة النقاشات بين مكونات موريتاني أنها عامل أساسي، وعامل أساسي لتجاوز هذه العقبات. إذا فات لين رات أذان ساقية، وإحنا دعوتنا هذه، هذا هو المطالبين. والغريب فينا لأن فينا واحدين مع النظام، وفينا واحدين ما هم قاع سياسيين، وفينا واحدين في المعارضة. يقير اتفقنا على ذا التشخيص وعرفنا أن الحوار هو الحل الوحيد، لكن هذا يعني نسبي. طيب، في الوثيقة ذكرتم أنكم على قناعة تامة بعدم إمكانية تصور حل شامل لقضية الحراطين لا في إطار مجهود شامل على ضرب المساواة والإنصاف المنطقي ووضع حد للإفلات من العقاب والامتيازات القبلية لا تفيد إلا ثلة قليلة على حساب المصلحة الجمعوية وحتى القبيلة. يعني قناعة تامة بعدم إمكان تصور حل شامل لقضية الحراطين لا في إطار مجهود شامل. يعني هذا المجهود الشامل هل لمستم من أي نوع من الثقة من أجلها تساهم في هذا المجهود الشامل لحل القضية؟ احنا حل القضية عندنا ما هو ما هو ما هو ما هي مردة مربوطة بشي واحد. احنا حل القضية عندنا لكن هنا مربوطة بشهود شامل. اه على مراحل. المرحلة الأولى تعني النظام اللي عنده خيرات البلد. هذا مسؤول اليوم عن إثارة وعن فضايح كل العبودية لاسترقاق التنجبار. هذا مسؤول اليوم عن تدريس أولاد الحراطين، مسؤول عن تمييز إيجابي لأولاد الحراطين اللي يعرف أنهم في المسابقات مقصيين، ويعرف أنهم في التعيينات مقصيين، ويعرف أنهم في الامتيازات اللي يعطاه الرجال الأعمال مقصيين. هذه مسؤولية النظام وتطبيق قانونه وخيرات البلد عنده، هاي مسؤوليته. مسؤولية ثانية بالنسبة لنا تعني رجال الدين. رجال الدين هذو اللي هم العلماء
واللي احنا يشرفنا علمهم ومعرفتهم، وان كانت ما وظفت في صالحنا بل وظفت على حسابنا، على انهم هم اللي من منحى تاريخي. هنا نتحدث عن مرحله تاريخيه، نتحدث عن التاريخ كله. لكن الحاضر اليوم مغاير تماما. احنا نتكلم عن الرسميات لين يعود هم مفتي جمهوريه وهم علماء من هذا النوع ويعودوا صدروا من ساعة الخلق موريتاني فتوايين والله فوتيتين والله نسموها ذاك اللي لا يسموها، وكلها تكرس العبودية. معناها أن هذا مازال مطروح لنا، ومطروح لنا تأصيل العبودية من الناحية الشرعية. اسمح لي، كيف تكرس العبودية وهنا قوانين رسمية؟ انت لا تخلط. أنا هناك قوانين رسميه وانتم تعترفون بوجود قوانين. تعديت النظام. نعم. يا قلنا نرجع لك ملين تبغي نرجع لك القوانين. لا، انت كيف تشاء يعني انت بالنسبه للعلماء الرسمي بشكل رسمي، يعني العلم الشرعي على مستواه الرسمي مفتي الجمهوريه لا غير ذلك، يعني كيف يستطيع ان يكون هناك بيانات او بيان من نوع ما صادر يكرس العبوديه في ظل وجود قانون؟ انا لا نذكر لك الفتاوي اللي خلقت بشكل رسمي، خلق 1/81 اللي عدل في عهد هيدان، مضمونه شنو؟ اعلن ولي الامر يحق له القاء الرق اذا راى والله خاف فتنه، وهذا الالقاء يكون بالتدرج. طيب دعمته القوانين بعد ذلك؟ دعمته. اسمح لي بالتدرج. انا جايه لين التلاتي يخلق فتوى جديد 2015 هذا والله 2014 ايش قال؟ قال اعلن هذا الفتوى، اعلن شد الاخبار في العبوديه اليوم مات له خالق به اللي محاه الفتوى اللي يعدل 81 والفتوى اللي يعدل 81 يقول ان سيادتنا اعطى لهم التعويض لا ينقصوا القوانين. احنا تمينا عندنا قانون، والقانون اللي عدل سيدي واللي الشيخ عبد الله واللي كان له الشرف اللي عدله واللي نعتبره على انه ما عدل اليه انقلاب يكون انه اهتم بملفات اثنين. طيب ما قطوا حرفه، ملف العبوديه وملف الزنوج، وعلى انه صلى الجماعه ما قط خلقه. هذا ظهر انه هو اللي يعدل عليه انقلاب. هذا بحسب تصوركم انتم في الميثاق. هذا القانون، هذا القانون. هذا رايك انت الشخصي ام هذا القانون انتم في الميثاق؟ هذه الملفين ما قد حركهم راي السابق سيدي، قضيه العبوديه. طيب. وقضيه الزنوج كان سببا في الانقلاب بحسب تصوركم انتم في الميثاق؟ حسب فهمكم انتم في الميثاق، فهمنا ان هذا هو الواقع. طيب لا، المثل الاخرى لا نرجعوا للقانون. احنا جانا قانون 2007 من درا القانون 2007 كاننا طبقناه. قانون 2007 حصلت 20 حاله ما قد يطبق على واحده منهم. نمشوا ونعدلوا محاكم ونعدلوا هذا. يا اخي هذا متناقض. لمنين محل التناقض؟ محل التناقض ان ننكر العبوديه ونعدلوا لها قوانين، هي العبوديه ما هي موجوده. طيب نعدلوا القوانين. اسمح لي. نعدلوا القوانين. نعم. لا، هني ما زالت مساله. المساله الثانيه بسمحي لي، نقدوا نطبقوا قانون واحنا عندنا ذا اللي ينقالوا المجلس الاعلى للقضاء، وهو اللي يراس المجلس الاعلى للقضاء وينكر العبوديه، ونعود نتوقعوا من قاضي يطبق القانون على 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 العبوديه، وهو المجلس الاعلى اللي رئيس الجمهوريه ينكر العبوديه. هذه الاشكالات الجوهريه بالنسبه لكم المطروحه، لكن ماذا حقق الميثاق منذ انطلاقته حتى الان؟ ما الجديد الذي اتى به الميثاق سوى الخرجات في الحراك الحقوقي العام الذي كان يخرج به من سبق الميثاق الى حد الان؟ يعني ماذا حققته؟ نحن نراو ان حققنا كثير. حققنا كثير فينا قدينا نجمع وجهه نظر الحراطين في الاغلبيه وفي المعارضه على تشخيص معين. هذا التشخيص هو واقع الحراطين، وهذه حقوق. ماذا بعد ذلك على مستوى الفرد الحرطاني؟ ماذا استفاد؟ حنيني. نعم. هذا جانب. الجانب الثاني قدينا نقنعوا شي من مكونات موريتاني من الكوار والبيضان بهذه الوثيقه اللي هي واللي اليوم منتسب لها ويناضل فيها كيف يناضلوا فيها واحدين من الحراطين. هذا ظهر لنا انه مكسب. المكسب الثاني لان هذا الميثاق اليوم ينتشر على عموم التراب الوطني. على مستوى السلطه ماذا حقق الميثاق؟ احنا بالنسبه لنا السلطه لم تتعاطى مع الميثاق الى حد الان. نضالكم لم يحقق اي شيء؟ حق انا ذل كنت نذكر. نعم. تحقيقنا. تفضل اذكر لي الان حتى من نضال ميثاق الحراطين ماذا حقق؟ قلت انه حقق على مستوى السلطه. مستوى السلطه لم تتجاوب معه حتى الان.
السلطة لم تتجاوب مع ميثاق الحراطين إلى الآن، وحتى أن جميع المواثيق الأخرى. طيب إذا ما دمتم جمعتم الرؤية حسب ما قلت أنت سابقا، يعني في كلامك سابق قبل دقائق، أن المجتمع لم يتحقق الكثير على مستوى المجتمع بالنسبة للحراطين، نظرة للحراطين إلى غير ذلك، حقوق الحراطين إلى كل هذه الأمور، والآن تتحدث بأنكم استطعتم أن تجمعوا على الأقل شريحة من الشعب الموريتاني أو مجموعة من الشرائح المجتمعية الموريتانية حول رؤيتكم أنتم في الميثاق. لكن قلت لك حاولنا. إذن هذا تحقق، إذن تحقق هناك الكثير. هذا ذكرت إذا ما تحقق الميثاق تحقق للحراطين، إذن الحراطين في تحسن اليوم في 2016، الحراطين أكثر تحسنا من 2000 والسنوات التي قبلها. تحسن من نضالات الحراطين، ما هو تحسن تعاطي النظام معه. الآن إحنا هذه العلاقة اللي أهم تعود مقلوبة، ما نقابلين الحراطين استطاعوا أنهم يوخذوا وثيقة. هذه الوثيقة التم عليها الشمل الحراطين على رغم اختلافهم ورغم ذوك المنمام التيسي، هذه الوثيقة استطاعت لأنها ينتسب لها قدر من مكونات موريتاني الأخرى المنمام حراطي، واللي اليوم والصبح يقدوا يدوروا حوار في المجتمع الموريتاني وقادين يمثلوا المجتمع الموريتاني من مكوناته كاملة. طيب اسمح لي بسؤال آخر. منتسبين اليوم للميثاق ويناظروا فيه. اسمح لي بسؤال موالي. والله. تحرك الميثاق بات موسميا، ما حققتموه شمل الحراطين حول رؤية واحدة. الحراك بات موسميا، النشاط محصور في مسيرة الانطلاقة. يعني البعض يرى أن هناك جمود على مستوى الميثاق. لماذا هذا الجمود أو هذا السكون؟ على كل حال هو كل عمل بشري كل حد عنده له تقييمه. احنا ظهرنا الميثاق لانه تحرك، اولا عدل وثيقه انتشرت، ثانيا عدل مسيره، ثالثا عدل بيانات، رابعا وقف مع الناس المظلومه كيف برام ولداه والعبيد وزميله للسجناء. وقفتم في على شكل بيانات؟ لا، وقفنا بوقفه وخبطنا الشرطه بقرينات وقسنا المحاكم باسم الميثاق، واللي وقفوا يندوا بهذا الواقع، وقفوا بعض المظالم الاخرى اللي خلقت للعموم. طيب. معناها احنا في الميثاق نقدر نعودوا مزين حركة الميثاق، يا غير قايلين ان 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 العجلة ما هي اللي تنجح النجاح، اللي العمل اللي نجح العمل هي الخطوات الثابتة واللي محسومة، يعني خطوة خطوة يدور ان شاء الله ويتحقق ذاك، يا غير اننا نقفزوا على واقع وعود الله يردنا بنكسة، والله يديرنا مشاكل ما فتنا عدنا هم اللي ندوروا ما لنا لا ينعدوا. طيب هناك تحذير ما قد غبت عدم الاستجابة للمطالب، اليوم الذكرى الثالثة والمطالب ما زالت قائمة، يعني هل كان هذا التحذير للاستهلاك فقط؟ لا، احنا ما نراوه للاستهلاك، نراوه مغبة من عدم انصاف، نراوه نصيحة وتوجيه المجتمع الموريتاني لأنه يالله يقعد على طاولة واحد ولا يتنكر للعبودية ولكن يقول عبودية. طيب وهذا واقع، يعني ما بعد، يعني هذا واقع. تسأل عن ما بعد المطالب، يعني لحتى الآن لم يجلس الشعب، لم يجلس هذه المطالب لم تلبى، لم تجلسوا في مؤتمر، لم يقع هناك أي نوع من التشاور جامع شامل، يعني لحتى الآن ماذا بعد المطالب؟ في اجتماعات، في صلة، أنتم لا تفرقوا. لا، مؤتمر شامل تشاوري مجتمع لحل القضية. مؤتمر شامل وهذه مسؤولية يأتي مع الوقت. يأتي مع الوقت. إذا سياسات النظام تجاه الشرائح هم جهة نجاح هم سياسات النظام الأكثر تجاه الفئات أو الشرائح الأكثر هشاشة ستأتي نتائجها مع الوقت أيضا. لا، هذا اللي نعدلو احنا ويعدلوا المنتسبين من المكونات الأخرى، عمل فردي بشري يعدل النظام. طيب وهذا عدل النظام عنده. طيب. وسائل سيدي عنده لم يبقى الكثير من الوقت، نحن على أبواب مسيرة مرتقبة. ما الجديد الذي ستحمله؟ الجديد هو على أن هذه المسيرة لا تعود على قدر من ولايات موريتانيا، هذه المسيرة لا يعود كمها إلى راد مولانا أكبر من الكم الماضي، دور تحمل ينقرأ فيها بيان وخطاب يحمل شيء جديد ونظرة جديدة ومطالب جديدة. فيما تتجلى؟ فيما تتجلى هذه المطالب؟ لين نفوت تبيح دور تنقرأ في ذاك المكان اللي هي لا تنقرأ يعني على طريقة سياسية. لا، احنا سياسيون حقوقيين
احنا اول سياسه ما تقدر تفصل عنا رقاك. اذا يربى والنافع وصلنا الى نهايه الوقت. اعتذر منك. يربى والنافع قيادي في ميثاق الحراطين، شكرا جزيلا لك وتضيفي في هذه الحلقه من برنامج المشهد. شكرا مشاهدينا الكرام، الى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه، الى التقيكم في حلقه اخرى. اطيب المنى، السلام عليكم. شكرا.